ماراثون لأجل غزة نظم في منطقة بروكلين بمشاركة أكثر من 2000 عداء، خصصت التبرعات التي جمعت فيه لدعم الصحة النفسية لأطفال غزة. التجمع أقيم في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني على غرار العديد من المدن الأمريكية الأخرى. أركض اليوم في ماراثون 5 أميال لغزة لدعم الشعب الفلسطيني في صراعه ضد الكولونيالية والأبرتايد. السباق كان مناسبة أيضا لجمع التبرعات لصالح وكالة الأونروا التي تواجه تحديات مالية بسبب تعليق الولايات المتحدة ودول أخرى المساهمات المالية فيها. صوت الأونروا، نحن نتمنى أي إدارة أمريكية سخون بتشديد الدعم لوكالة الغوث لأنها الدور الأساسي وهي أكبر مؤسسة إدارية في قطاع غزة الآن، وليس لقطاع غزة فقط. أنت تعرف قمص لبنان والوضع في الضفة الغربية ليس بأفضل، ولو أعود أن أكرر أنه يجب أن نعمل مع كناخبين أمريكيين هنا أن نوضح لهم دورا وكان ريادي، وهذا النشاط يساعد في بداية هذا الفعل. التجمع نظمته منظمات مدنية بالتنسيق مع التجمعات الأخرى في الولايات المتحدة. هذا الماراثون المخصص لدعم تمويل وكالة الأونروا هو واحد من أنشطة متعددة شهدتها مدينة نيويورك دعما لحقوق الشعب الفلسطيني والتوصل إلى وقف الإطلاق الناري في غزة. التجمع الأكبر في نيويورك أقيم في ساحة واشنطن سكوير بمبادرة من تنظيمات يسارية ومؤيدة للقضية الفلسطينية. آلاف المشاركين رفعوا الشعارات الرافضة للاحتلال ولنظام الفصل العنصري. الطقس الماطر لم يحبط عزيمة المحتشدين هنا الذين جمعهم هتاف الحرية لفلسطين. من نيويورك، نبيل أبي صعب، العربي.